فينا بنت جميلة قوي 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 قوي، شاطرة في حاجات كتيرة خالص، وعندها مثلا كده صحاب كتير قوي، وشاطرة في المذاكرة وشاطرة في المدرسة يعني، وكمان بتروح التمرين بتاعها، وكل حاجة بتعملها حلوة قوي 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 وجميلة، وكل أصحابها كمان بيحبوها، وكل عيلتها كمان بتحبها. وفينا كمان عندها أخت اسمها رولا، هما الاتنين صحاب قوي قوي، وهما الاتنين بيحبوا بعض جدا. فينا بس كان عندها مشكلة واحدة صغننة خالص، إن هي كانت عنادية شوية. يعني إيه بقى عنادية؟ يعني كانت بتعمل إيه؟ يعني في مثلاً كده في مرة، مثلاً تقريباً كانت الأسبوع اللي فات، كانت مفروض إن هي تنزل التمرين بتاعها، قامت زعلت كده وقالت لأ أنا مش هنزل التمرين من غير أي سبب خالص، وفضلت مامتها تقول لها يا فينا لازم تروحي التمرين بتاعك، يا فينا لازم تنزلي التمرين. وبعدين هي فينا ما رضيتش خالص 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 تسمع كلام مامتها، ودخلت قعدت في الاوضه بتاعتها وقفلت على نفسها، وما رضيتش ولا ان هي تسمع كلام مامتها ولا ان هي تنزل التمرين، برغم ان ما كانش في حاجه مضايقاها، وبرغم ان ما كانش في سبب خالص. وطبعا زي ما انتم عارفين ان التمارين بتكون مهمه قوي، مهمه لصحتنا، ومهمه ان احنا كمان نتعلم فيها حاجات جديده، مهمه ان احنا كمان نعمل فيها صحاب جداد، ومهمه لحاجات كتيره جدا جدا جدا. بس فينا عندت وما رضيتش ان هي تروح التمرين ده خالص. في يوم تاني الاسبوع اللي بعده اللي هو كده تقريبا من يومين، جت مامتها عشان برضو تاخدها التمرين، ففينا وافقت وراحت فعلا التمرين. لكن بعد ما خلصت التمرين فضلت قاعده في النادي ومش عايزه تتحرك خالص، ومامتها تقول لها يلا يا فينا عشان احنا عندنا مذاكره وامتحانات لازم نروح البيت عشان نذاكر. وفينا كانت عماله بتقول لها لا ابدا انا هفضل قاعده في النادي ومش عايزه اروح دلوقتي خالص، لدرجه ان فينا عملت مشكله كبيره قوي وعملت زعله كبيره جدا ما بينها وما بين مامتها، برغم ان هي برضو ما كانش عندها يعني ولا اي سبب ولا اي حق ان هي ما تسمعش كلام مامتها كده خالص، هي بس كانت عايزه تلعب، لكن عندت جامد جدا جدا جدا. كمان فينا في اليوم ده اكتشفت ان هي لما ما راحتش التمرين المره اللي قبل كده كان الكابتن زعلان منها، فهي يعني ايه بدات تسال نفسها كده يا ترى ليه الناس بتزعل منها، بس ما كانش عندها اجابه وفضلت مكمله برضو في موضوع العند ده على طول. وبعدين بقى لغايه امبارح كانوا ماشيين مع بعض هي ورولا اختها ومامتها، فرولا عجبتها لعبه حلوه قوي فقالت لمامتها ماما انا عايزه اللعبه دي، فقامت مامتها قالت لها يا رولا مش هينفع ان احنا نجيبها دلوقتي، لازم ان احنا نجيب الحاجات المهمه الاول وبعد كده ممكن ابقى اجيب لك اللعبه. فرولا عملت حاجه قالت لها حاضر، يعني عملت حاجه سهله جدا وبسيطه، ان هي ما عندتش وما زعلتش وما زعقتش وما عملتش اي حاجه خالص غلط، عملت حاجه واحده بس صح، ان هي قالت لها اوكي او ماشي او حاضر وسكت. ففينا بقى بما ان هي كان عندها كده شويه اسئله عن ليه الناس بتتضايق منها، وبعد ما اتفرجت كده على الموقف ده وكانت فعلا حاضراه، لقيت ان مامتها ما زعلتش خالص من رولا، وان رولا كمان ما زعلتش، ده بالعكس كمان مامتها لما لقت ان رولا يعني تصرفها كان كويس قالت لها خلاص انا بعد ما اجيب كل حاجه، وبعد عشان انت كمان كنت هاديه وما عنتيش وما زعلتيش ولا حاجه، انا هجيب لك لعبه احلى من اللي انت كان نفسك فيها. فوقفت كده فينا لقيت انه رولا كان عندها حق، رولا ما زعلتش ولا زعلت حد منها وسمعت الكلام، وفي الاخر هتجيلها برضو لعبه احلى من اللي كان نفسها فيها. لكن فينا بتصرفاتها العناديه والزعيق والزعل وكل الحاجات دي كانت بتزعل الناس على طول منها، فقامت فينا ساعتها فهمت الدرس وقالت بس خلاص انا كده عرفت موضوع العند ده، وان انا ابقى مثلا بعمل مشاكل على طول او بصمم على رايي او مثلا مش بسمع كلام الناس الاكبر مني بيزعل الناس مني، فخلاص انا مش هعمل كده تاني. واحنا كمان كلنا ممكن ان احنا نستفيد برضو من الموضوع ده، بان احنا كده كمان نحاول ان احنا ما نزعلش الناس الاكبر مننا، وما نزعلش يعني طبعا حد عموما، لكن خاصة كمان وبالاكتر يعني الناس الاكبر مننا وبيحبونا، دايما بيبقى عندهم كده نظر او عندهم رؤية او عندهم مثلا حاجة معينة هم شايفينها، وبيكونوا شايفين الموضوع بشكل اوضح بكتير، وبيكونوا بيحبونا قوي فخايفين قوي قوي كمان على مصلحتنا، فبيكون الاحسن ان احنا نسمع كلامهم. لو بابا مثلا او ماما او الكابتن بتاعنا او حد احنا بنثق فيه كويس جدا جدا وكبير، ممكن يعني ان احنا ايه نسمع كلامه، واهم حاجه ان احنا ما نعندش وما نزعلش كده ولا نزعق ولا نعمل بقى ايه حوارات كده وزعل ما بيننا وما بين الناس الكبيره ولا حتى كمان الناس الصغيره.